يرمون الحروف متتالية تتسارع في القلوب لترسم حدود مملكتهم، فتنير بوهج شرقي كل مواطن. أصواتهم تتماوج بين العقول لتأسرهم، تعطيهم، تغنيهم، يتكلمون ليسمعوا. ثقافة الهيب هوب موجودة من زمان، فالموضوع كان موجود من الصغر، يعني الشباب لما كانت موجودة عندهم حب للموسيقى، لما صار في وعي الموسيقى هاي ما احنا من فهمنا لإلها انها بتعرض مشاكل، وموسيقى كتير منيحة ان الواحد يسقط فيها مشاكله ويحكي فيها عن المواضيع اللي بتدور حواليه، غير عن الموسيقى العادية اللي بيحكوا فيها عن المواضيع الحب كالعادة والقصص هاي، فهي موسيقى جريئة، فاخترنا الطريق هذا الموسيقى هاي اللي فهمنا فيها من وعي لإلها استخدمناها لنحكي عن مشكلنا. يتطلعون إلى السماء لا ينتظرون، لينصبوا أنفسهم نجوما منهم تدهشون. الموسيقى هي صارت بنكهة شرقية، استخدمنا آلات شرقية في العزف، استخدمنا اللغة العربية الخاصة فينا. بعدين من ناحية تانية استخدمنا المواضيع، كل مواضيع اللي بنحكي عنها وطنية واجتماعية، وكمان حكينا عن الدين، طلعنا ألبومات، ألبوم بالغربة، وطلعنا أكثر من أغنية سولو، كلها بتعرض مواضيع بتمس العرب وبتمس المسلمين وبتفيدهم. هاي داني، هاي الغنية انكتبت لإلك بعيد عن النظر بس مش بعيد عن القلب. جمعتنا الموسيقى وتفرقنا وبعدت بينا الفرق لحظة الحقيقة، من لحظة الفراق الاشتياق بدل اللقاء واحتضان ذكريات الرفاق والتعهد الوفاء والدعاء للعلا بالسماء انك تكون بخير بعيونك امل مشوف الاستياء، لا ما تفكر لا لسه بعدك بالدماء، في بعدك ما في بعدك وبعدك ما في صفا غير على ما تنطفى والقلب ما يعرف جفا، وحياة الكلمة تعرفها وعرفها، وحياة الصوت اللي في بالي قد ما اختفى، وحياة حبر القلم قد ما كتب ما اختفى، وقد ما يكتب قد ما تطلب ما ينصفى، بالغربة او بقربة ضل بقلبي ضل بدربي حتى بجنبي جنبي. احنا لا نختلف بانه الثقافة، ثقافة الهيب هوب، الموسيقى اللي احنا بنغني فيها ان هي جاية من الغرب، لكن في شغلة مكتوبة بعد الراب في اشي اسمه عربي. العربي هذه اللي احنا مستغلينها في شغلنا، كيف الكلمات او الحاجة ولها العلاقة بالغرب، احرف عربية، كلام، لهجة عربية، الالحان فيها طبلة شرقية بحتة، العزف التوزيع شرقي. يجابهون الواقع تمردا ويقاتلون، يقاتلون لا بالبارود بل بحناجرهم، يدفعهم إيمانهم بذاتهم وإبداعها في الأفق، لكن حقيقة الوضع مختلفة. غزة تركنا البندقية وأمسكنا المايك،
بعد 23 يوم من ال من ال زبت سموها حرب بسميها هجوم على بلدنا عزل بي دون سلاح طيارة دبابة مقابل بارود جنود عداد شعبي ناطر تموت نموت في دهل لغزة الصمود نعيش بشرف مع ضيق الحدود بنضل على أمل نحرر مش محتاج مبرر تكرر صبرا يا غازي حمل جهادك أولادك مقاوم بحارب لأجلك نعيش رجال ورجال نموت والدماء تمن حرية الرسالة تبعتنا اللي بنوصلها العالم اللي هي بتحكي عن عادات وتقاليد وكيف طريقة الحياة عنا كشعب فلسطيني من الإسلام والعادات الجميلة. تذوقوا من الغرب أروعة فانطلقوا قناديلا على هذه الأرض ينيرون لكل مفدين من الغرب فقط الموسيقى والأسلوب لكن نقلين في صورتنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا يمكن نحن نعمل كلمات صغيرة بسيطة يكون معناها كبير ونصل فيهم ان نحن شعب غزة شعب واعي وشعب يفهم وشعب بحب الحرية وشعب بحب السلام شعب بحب العيش على عكس هم يعني نعكس الصورة اللي هم مخدين عنها أكيد هاي النظرة خاطئة لأن الإسلام دين متسامح دين شامل لكن نستخدم الحدث هذه زي ما فكرنا وعبرنا كيف نعبر فيها عن طريق قيمنا الإسلامية وأهدافنا ومبادئنا حتى وصل لنا نحن بالدنيا نعبر لكل العالم أن احنا شعب حضاري متطور وعندنا ثقافة وبنفهم ثقافة الشعوب مش انه كالمنظور متاخد على الشعب الفلسطيني او على الاسلاميين بشكل عام انه ما بفكروش الا غير في الارهاب والتطرف الديني Ya Allah, accept this knee, yeah. Coming from young Muslims, striving to be believers. So on this day, I'll deed your measure. No, we only did this strictly for your pleasure. Your pleasure, your mercy, your ajah, your jannah forever. In ever, in ever. And reward us for those who listen. Heeded to the message, changing their condition. And know that everything up until this point I ever written. I submit, it's my repentance. And if it's blessings, you're sending my way. I beg you hold them till the judgment day. So maybe in Jannah I can look back and say it was a lovely day, a lovely day, a lovely day. Yes, a lovely day, a lovely day. Yes, a lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Lovely day, lovely day. Yes, a lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Are my intentions alright? Am I doing it for Allah? When I'm looking deep down inside, do I have the right niyyah? Are my intentions alright? Am I doing it for Allah? When I'm looking deep down inside, do I have the right niyyah? Are my intentions alright? Am I doing it for Allah? When I'm looking deep down inside, do I have the right niyyah? Are my intentions? Ya Allah, accept this niyyah. Coming from young Muslims, striving to be believers. So on this day, I'll deed your measure. No, we only did this strictly for your pleasure. Your pleasure, your mercy, your ajah, your jannah forever. In ever, in ever.